غير 400 مليون ومشات هي مليارات ومشات في تونس باش مين علماء يتكلم على المليارات يقول لك لا ابرياء هما اي ناس لا اي اي الناس نضاف نتهموا فيهم ونحن قاعدين اي هاي يعني الصوره مال الصوره نتاع الفساد والخراب اللي وقع في تونس ولا بد من وضع حد بيه.